في أكاديمية العلالي. أنا إنجي ومعايا النهاردة الشيخ خالد. أهلا شيخ خالد. مرحبا. هتعملنا إيه النهاردة؟ هنعمل رز شرقي مع فراخ مشوية ببهارات الرز الشرقي، بس هذا كله بدي مساعدتك فيه. أكيد 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 عندي أسئلة كتير أسألها لك على الرز. إحنا جاهزين. قول لي يا شيخ خالد، إحنا محتاجين إيه علشان خاطر نحضر الفراخ والرز؟ حضرنا فرخة طازة وعندنا اللحمة، البسمتي رايس، بهارات المشكلة، ورق الغار والبصل والثوم، زبده الكاجو والزبيب واللوز. طب كويس قوي. احنا هنبتدي بقى اول حاجه نغسل الفراخ. اهم شيء احنا ناخد الفرخه لمكان مختص ما متداخل مع اي اكل تاني، بتغسل بتتجهز، بعدين بتنقع بالبهارات اللازمه مده ساعه مده ساعتين. رح نجيب المكونات، نحط الدجاج بقلبها شايفين، نتبلها بقى علشان نشويها. لازم نتبلها. رح شيل الطرف الزايد لهذا بيت الريش. والرقبة كمان بتشيلها ولا لا؟ أنا الرقبة ممكن أخليها لأن مش حتأذيني. آه. بس هيدي ملاش دعوة، وممكن أنا أشيلها أحطها على جنب مثل ما شايفين. إذا بتشوفي يعني بمجرد إنك على الكعب دغري قصيتيها بتطلع معك دغري، مش مش حتعذبي. هلا رح أجيب البهارات. والحاجات دي برضو هي نحطها لما نيجي نسلق الفراخ. كمان فينا نستخدم نفس الشيء، ولكن فينا نستخدم العودان والحب، لانه اذا حطينا الباودر بقلب المي هتلاقي المي غمقت. صارت غامق لونها. ممكن انت المي بدك تخليها تستعمليها لكذا طبخه، لكذا شوربه، فاذا استخدمنا زي ما شايفه هون السينما ستيك بدل ما يكون البهار، هتلاقي اخذت طعمه من غير ما تلون المي. البهار الاسود استعمل الحب، الحب بس في الاخر هي تتبيله كل واحد سواء هسلقها او هشويها. حتعطيكي نفس المفعول، نفس النتيجه زي ما شايفه هون. انا استخدمت الاساس لانه الاورينتال اساسه البهار القرفي والاسود. بقدر بعد ما اتبل الفراخ دي اشيلها في الفريزر واطبخها بعديها بكام يوم؟ ممكن تتبليها، ممكن تتبليها وتضل عندك يومين بالبراد اذا كانت الفرخه فريش. رح شيلها باخدها على الفرن. ممكن كمان احط معاها مثلا خضار زي بطاطس، ممكن ممكن احط مع الشكير، يعني ممكن احط مع الجزر، البصل، البندوره، يعني اي خضار انت مهتمه فيها موجوده بالاكله ممكن تحطيها حواضر للدجاج من غير ما احط عليهم ولا ملح ولا فلفل. هي بما انه البهار نحن قويه، بهار حاد جدا زي بقول الفلفل الابيض والاسود وعندك القرفه، فكلها بهارات قويه. تحتاج تحط قد ايه في الفرن؟ 50 دقيقه على درجه حراره 220. هلا رح نعمل تشيكن كيوبس مع المي. على كل كيوب كم كوبايه المفروض؟ نحن ممكن الكيوب الوحده تعملنا كبايتين، كبايتين ونص تقريبا، او اذا بتاخذي بالليتر ممكن الظرف اللي هو فيه 2 كيوبس ممكن يعمل لنا 2 لتر مي. هو بمعدل 20 جرام لازم يطلع معنا لتر مي. احنا ما نقدرش نستغنى خالص عن التشيكن ستوك في المطبخ. اكيد بنستخدمها في حاجات كتير قوي. بتاعت العلالي هي كمان جلوتين فري، فبتخلي ان اللي عندهم حساسيه القمح نعم. ما يقدروا يستخدموها. بالظبط. دلوقتي انت هتورينا ازاي هنعمل الرز. انا جهزت الرز اوريدي منقوع ومغسل كتير منيح 3-4 مرات، وهلا رح اضيف الزيت. واحسن حاجه لغسيل الرز ايه؟ ان احنا نحطه شويه نقعه في ميه ولا نفضل نغسل فيه كتير؟ عشان احنا لازم نغسل الرز كتير منيح بالاول، لانه اذا ما غسلناه كتير منيح رح يضل في نشا كتير، رح يلزق معنا، رح يطجن زي ما بقولوا. هلا انا رح اضيف البصل. استعملت البصل الاحمر. بنغمقه قوي ولا يبقى فاتح شويه؟ احنا لازم نعمل البصل جولدن علشان تغير لون الرز. لازم تشقر علشان نقدر نطبخ اللحمه معاها، نحط البهارات وتطلع الميه كمان لونها غامق. طيب ممكن نبدل الزيت دوت بزيت زيتون؟ لا لحقلك ليه، لانه هون انت عم تحرق الزيت كثير منيح، وزيت الزيتون بيحترق بسرعه. انت اذا بدك اياها تعمليها لازم تحضري البصل اللي على جنب. انا برايي وبعد كده احط عليها زيت الزيتون. هلا رح اضيف الثوم مع الهال اللي هو اساس المكون هون. الرز الشرقي. الرز الشرقي. بس لو هعمل لحمه مفرومه عاديه مش محتاجه اني احط ولا ثوم ولا هيل. بس الثوم. بس الثوم ممكن تستخدم البهار اللي انت بدك. اوكي. رح اضيف البهار بالمرحله هذه بمعدل مثلا ملعقه اكل كل نوع بهار. اكيد ما ننسى القرفه.
بالنسبه للحمه المفرومه اللي انت جايبها، هي احسن تبقى لو فات ولا عادي اي لحمه مفرومه؟ هلا اكيد في قد ما فينا نستخدم لو فات يكون احسن، لانه الفاتس موجوده، نحن عندنا اوريدي الزيت وعندنا الزبده. لسه هتحط الزبده؟ لازم نحط الزبده بس مش هلا، لانه الزبده حتحترق، انا ما بدي اياها تحترق، بدي طعمتها تضل موجوده. بجيب اللحمه ضيفها، مثل شايف صارت اللحمه جاهزه مستويه ومشقره. الزبده عليها؟ حطينا الزبده عليها لانه حتساعدنا انه هي تقرص كمان. عندي حبه الورق الغار رح اضيفها كمان عليها، شقفه صغيره من القرفه كمان حضيفها عليها. ايه اللي انا ممكن اعمله علشان اخفف شويه الدسامه؟ يعني حطينا زيت وحطينا زبده، لو انا عايزه ممكن انا بس اعملها بزيت من غير الزبده؟ من غير الزبده ممكن اعملها بزيت، وممكن اذا بدك انت تعمليها بزيت زيتون ممكن كمان تعمليها بزيت زيتون، بس زي ما قلت لك حضري الاليه على الحال وطبقيها تطبيق. اوكي. عشان ما يعني مشان ما تحرقي زيت زيتون يضل طعمته فيه. اوكي. لانه اذا احترق زيت زيتون حيروح طعمته بصير مثل اي زيت ثاني وهو بيحترق بسرعه. هلا عندي الرز جاهز منقوع ومنظف، رح اضيف الرز عليها. بس انتبهي تقلب مضبوط بشويش زي ما بقولوا على مهلك. وانا لو عايزه ازود المكسرات عايزه احط حاجات ثانيه ممكن تحطيها دلوقتي. دلوقتي ممكن تحطيها دلوقتي، ما في اي مشكله، ما رح تاثر عندك ورح تساعدك لانك تعمليها غنيه اكثر كمان. بس نحن رح نعمل كل شيء لحال عشان نطبقها، نعرف كيف نعملها مشان المره الجايه. ايه انواع المكسرات اللي بتبقى احسن موجوده في الرز الشرقي؟ هلا اكيد الزبيب واللوز والكاجو هي من افضل الانواع. هلا في ناس ما بتحب اللوز، بتحب الفستق او الجوز، هي بتقدر تختار، ولكن الجوز طعمه حد، ممكن كمان اذا غليتيه مع الميه حيمرمر الميه. زي ما شايفه صار الرز جاهز عندي هون، انا عم بقلبه على مهل عشان ما يتكسر. بتعرف انت غسلتيه. هلا عندي التشيكن ستوك حاضر على جنب العلالي، ضيفه وضيف على مهل، لان بدي اقدر الكميه بدي اياها مع الرز. لازم تبقى سخنه التشيكن ستوك وانا بحطها ولا ممكن تبقى بارده؟ هتساعدك انه الاكل تخس اسرع بشكل اسرع، وبنفس الوقت اذا طولتي الميه تسخن هتلاقي الرز هيعجن معك طاجن. يعني دلوقتي انت بعد ما حطيت الميه، بعد ما حطيت المرقه يعني ما بنغطيش الحله؟ مش هلا، لازم نحركها مظبوط شوي شوي، نتاكد انه الرز توزع المي فيه مظبوط، ننطر لحتى الرز يرتفع. زي ما قلت لك نحن بنعير الرز بهذا الشكل بس نشوف انه الرز ارتفع من الوسط، يعني المي الموجوده كفايه على الرز. المي خلصت، هلا فيها شوي صغير الكعب، انا رح اغطي حنوص لاوطى درجه ممكن. الجيش صار عندنا جاهز، حضرنا القلوبات، حنسكب الرز بهالشكل. زي ما شايفه الرز ما عجن معنا، صار جاهز. انا رح احط شقفه من الفخذ، وعندي كمان شقفه من الصدر ممكن احطها. شايفه عندي كمان المقلوبات، ممكن نحط القلوبات على قد ما نحن بنحب او بنخلي الصحن غني. نحن قدرنا الطبق وسجلناه، صار ما بده بقى غير حدا يدوقه، فشافينا انه بده ايه. انا هدوقه لك اكيد. حلو قوي، تعمل القرفه باين فيه. نعم، حتى هو مش سبايسي قوي. واحد لا بس حتلاقيه كثير طيب. تسلم ايدك. ميرسي جدا شيف خالد. الله يسلمك. شكرا انكم تابعتوا لنا حلقتنا النهارده مع الشيف خالد، ويا ريت ما تنسوش تزوروا موقعنا علشان خاطر تشوفوا الفيديوهات كتير قوي في اكاديميه العالميه.